بسكويت هشة وسريعة، شايفين كيف هشة؟ كتير روعة. دقيق 2 كوب، سجل بالجرام كمان. سكر نصف كوب 100 جرام، وسمسم 3 ملاعق طعام كبيرة، واللينسون المطحون ملعقة كبيرة، وبيكنج بودر ملعقة صغيرة، وزيت نصف كوب 100 جرام، وبنحرك ونخلي المكونات كلها تنسجم مع بعض. يعني الموضوع كتير بسيط جدا. ماء فاتر نصف كوب، وإذا احتاج دقيق ممكن نضيف معلقتين دقيق. نترك 10 دقائق ترتاح، وبعد 10 دقائق نشكلها بالشكل اللي احنا بنحبه. بنخليها كتير رقيقة مثل هيك. نحط الفرن، نسخن الفرن مسبقا 180 درجة مئوية في الرف الأوسط. هيك أصبحت جاهزة مع القهوة. كتير هي روعة. سامعين كيف هي هشة؟ روعة جدا. أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.